اليوم بفاشن نيوز أرابيا رح منعرفكن على موهبة بتصميم الأزياء من ليبيا يلي من القليل كتير أنه نلاقي منها مصمم، إلا أنه أمجد خليل استطاع أنه يتحدى الظروف لينضم إلى الفاشن اندستري. فخلونا نتعرف على تفاصيل رحلة أمجد بهالعالم. هو واحد من الفاشن ديزاينرز اللي قدر يزبط حاله ويقدم إبداع بلمحات مختلفة، ولأنه كان دايماً مهووس بالموضة والأزياء ما كان صعب عليه أبداً أنه يرسم أحلامه على الورق ويقدمها بتصميمات مميزة. طفولة وتحديداً من التين ايجر لما كنت في سن المراهقة، يعني كان عندي باشن للفاشن وبصفة عامة كنت جداً متأثر بالبوب ستارز لما كنت صغير، يعني I'm obsessed of Madonna في الناينتيز لما مادونا عملت ريفولوشن في الميوزك وفي الفاشن وفي كذا، كنت اوبسيشن كان عندي اوبسيشن بمادونا. أمجد قرر يتحدى الظروف والمجتمع مشان يقدر يحقق حلمه، فبخلاف الحرب والأوضاع الصعبة اصطدم بالعادات الليبية اللي أبدا ما بترحب بعمل الرجل بمجال الفاشن. أنا اشتغلت as a fashion designer في مجتمع ثقافة الفاشن ديزاينر الرجل شوية محصورة ومحدودة، فالحمد لله في خلال فترة بسيطة اللي هم 4 سنين قدرنا نثبت نفسنا وقدرنا نكسر التابو هذا. ليبيا مرت بظروف صعبة، بس ولا عمري في حياتي كنت عايش أو حاط في بالي إن احنا عايشين في حرب. دائما كانت الحياة مستمرة بالنسبة لي، دائما كان في تحدي للظروف والصعوبات وإتس لايف، يعني هذه هي الحياة. أحيانا الإبداع يطلع من المعاناة، فممكن لو ما كانتش في حرب ما كنتش أنا نبدع. البداية الحقيقية لأمجد خليل بمجال الفاشن ديزاين كانت من خلال مجموعة فساتين أوت كوتور ضمن باريس فاشن ويك 2020، ويلي قدرت تلفت الأنظار لموهبته وأكد عليها بمجموعة الأخيرة The Power of Goodbye بعد ما جمعت فخامة التطريز والأقمشة الغنية مع انسيابية التصاميم. أول كولكشن أوت كوتور طبعاً كان تحت اسم سايلنت لوف. من خلال الكولكشن هذا وصلت كذا مسج لكذا حد نحبه، وكانت الألوان شوية لها علاقة بالماتيريالز أو الألوان متاع التراث الليبي اللي هو الأحمر والذهبي والأسود. آخر كولكشن اللي هو The Power of Goodbye Haute Couture من 6 شهور فاتوا نزلناه، هو عبارة عن 16 دريس. بالنسبة للألوان استخدمت فيه كذا ألوان، استخدمت فيه الألوان الباستيل الهادية، استخدمت فيه برضو الألوان الغامقة زي المارون، استخدمنا البيبي بلو البيبي يلو. كولكشن الأخير بالنسبة لي أنا دار لي نقلة نوعية. حاليا نشتغل على كولكشن أوت كوتور طبعا سبرينج سمر 2023 اللي هو حنشاركه بيه بإذن الله قريبا في دبي فاشن ويك. ممكن طول اللي حاضرة في 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 ذهني درة the icon of fashion. يعني الميدل إيست كتير بصراحة يعجبوني، أكيد إلي صعب، أكيد زهير مراد من الشباب الجديدة تعجبني، رامي قاضي، نيكولا جبران، كلهم ما شاء الله الميدل إيست يعني أسامي لامعة يعني وأثبتوا نفسهم يعني.